الراجل عايز يقعد مع اصحابه مره في الاسبوع او مرتين، ليه الستات بتوصل الموضوع للقلق لمرحله يا انا يا اصحابك؟ ليه بتتمسك بقعده الراجل في البيت؟ معرفش يعني. طب لو حب يخرج مره او مرتين في الاسبوع يبقى معناها ان في حاجه غلط، في حاجه تقلق؟ اسئله كتيره جدا ورا الموضوع ده مختلفه هنعرفها مع ضيوفنا النهارده في صالون الستات. معرفوش يكذبوا، على شمالي دكتور وسام الخطيب استشاري الصحه النفسيه، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ودكتور استاذه دينا حافظ منورانا ومشرفانا، شغال في السياحه. وعلى يميني سياده الكابتن احمد رأفت، اهلا بحضرتك منورنا. ودكتور محمد فكري منورنا وجاهزين للحوار ده، حوار الخروج والبداع قلق الستات جدا جدا جدا. منورنا يا اهلا وسهلا بيكم، منورنا وخطوه عزيزه. واسمحوا لي ان احنا بقى نرفع الالقاب ونقعد قاعده كده لطيفه نتكلم فيها، برضو نحب نسمع وجهه النظر والوجهه النظر الاخرى يعني. وهبتدي من الكابتن احمد، يعني حضرتك زوجتك بتسيبك تخرج عادي ولا بتواجه مشاكل دايما وانت رايح فين وجاي منين وقاعد مع مين وصور لي نفسك وبعت لي اللوكيشن والحاجات البسيطه؟ لا انا بصراحه هقول انا زوجتي متفاهمه جدا المواضيع وبتسيبني عادي مفيش مشكله لاي مدى، بس طالما طالما بدي البيت حقه، ايوه، وبدي الوقت اللي انا عايزه اخده مع نفسي حقه، يبقى مفيش مشكله. اللي هو قد ايه تقريبا في الاسبوع او يعني في اليوم؟ يعني انا هكون صريح معاكي بصراحه، انا بثبت مثلا الويك اند دايما مع الاسره، بخليه دايما مع الاسره، خميس وجمعه نخرج الخميس بعد ما نخلص شغل، نخرج لحد بالليل، نروح تاني يوم نطلع نخرج نتغدى بره، نفضل لحد بالليل، الكلام ده كله. لو في وسط الاسبوع في حاجه اسريه اقدر اعملها، لو مفيش زوجتي بتبقى متفاهمه جدا ان انا ممكن انزل اقعد مع اصحابي، ابقى الموضوع مفيش فيه مشكله طالما هي عارفه مين ورايح فين والكلام ده كله. بس هي ما بتزنش قوي بصراحه عشان اديها حقها، انما في ستات تانية نتيجه للمواضيع معينه من عند من كذا من كذا بتخليها بيخلي الراجل يهرب. مثلا مفيش شكر، مثلا مفيش يعني عند العطاء مثلا مفيش شكر، عند مثلا عدم العطاء لعدم القدره مفيش صبر. لو الست عندها صبر على في وقت عدم العطاء هتلاقي ان الراجل مفيش مشكله، اللي هو مش عايز يهرب من البيت، اللي هو بيبقى زهقان طهقان طفشان. طب بس وظيفة حضرتك يعني سيادة الكابتن دايما مسافر ولا مش موجود؟ مش على طول. فبرضه دي بتخليك حريص على الويكند طبعا، بس طبيعة الوظيفة تقلق برضه على طول بقى في هو يمكن هو سفر. يمكن هو يمكن الموضوع بتاع الشغل بالنسبة للقباطين ما هوش قوي في المواني، انت ما بتشتغليش مثلا في باسنجر، مش شرط يعني مش باسنجر بوت يعني، ففيها سياح وكده يعني، في كونتينرز، في حاجات تانية تبقى كلها رجاله مع كونتينرز دي كده يعني في الامان تمام يعني. فهي كده بتبقى العمليه يعني فيها يعني شويه توازن يعني. تمام. دكتور محمد انا بشوف بقى انت متجوز الاول؟ متجوز. طيب المدام بتطلبك كم مره في اليوم؟ 48,000 مره. وانت مش متضايق من الموضوع ده؟ اكيد بيضايقني، لان انا بطبيعه شغلي ببقى في حصص، ببقى شغال، فبلاقي رن كتير، فطبيعي ده بيزعج اي راجل. عامه انا بشوف الموضوع ده الست اللي احساس نعمه بتشتكيها على الهوا. بتشتكيها على الهوا؟ ده مش طبعها هي، بس ده طبع الست يعني. هي مكلمك مش بتطمن عليك يعني؟ بتطمن عليا وكل حاجه بس انا الشغل خلاص. اهتمام على فكره، اهتمام حلو. ماشي. بتخرج مع اصحابك يعني؟ بتسيبك تخرج مع اصحابك؟ اتكلم بقى في النقطه دي. النقطه دي بقى انا بتكلم بالاحساس بالراجل نعم في ايه بقى. ما ينفعش الراجل يكون مروح تعبان والعيال بتتنطط قدامه وهو مش عارف هيجيب فلوس المدرسه للعيال دول منين، وهيدفع القسط بتاع مش عارف ايه منين، وهيدفع كمان اقساط العربيه واللي واللي واللي، وعليه حاجات في دماغه قد كده. فهي تبص له كده تقول له لا الراجل ده كده في حاجه مش مظبوطه، شكله يعرف واحده عليه. فتقوم قايله له انت عارف بقالك قد ايه ما بعتليش مسج على الواتساب، انت عارف بقالك قد ايه ما بعتليش ستوري، دي المشكله. فيبدا الراجل يقول لا السلام عليكم، سيبيني انزل، ترني ما ترنيش، انا هنزل ليه؟ لانك ضيقت المساحه مع الراجل. طب ما يرد عليها، ما هيتكلم معاه امتى برضه؟ طيب حلو، هو رد عليها، هي بداتها غلط.
هي بدأتها بخناقه، ما بدأتهاش بفكره تقدر تتكلم معاها مع جوزها يحتويها. طيب المشكله يطمنها، الست عايزه تطمن. طب ما اكيد هو كان معودها ان يبعت لها مسجات ليل ونهار ويبعت لها ستوريهات وبطل الخطوبه طبعا. فلما يبطل بقى هي لازم تتوغوش. اكيد ما بطلش، بس اكيد الراجل ده انسان فهو عنده معصور يا عيني، فطبيعي انا احس بالراجل. طب ايه الغلطه يعني الطريقه بتغلطها اللي بتساله بيها؟ الطريقه والاسلوب. هي المفروض لو حست بان جوزها مشغول ما تفكرش فيه بطريقه سلبيه، تقول له انت حاسس بايه، انت مالك متضايق ليه، شايل الهم ليه. فهنا لغه حوار تخلي الراجل يقعد في البيت ما ينزلش. ايوه يقعد في البيت ده يقول لنا على تريكات. بس ايه احنا عايزين نقول برضو لحضراتكم ان احنا لايف يا منى. احنا على مدار الفقره دي لايف، عايزين نسمع من حضراتكم. دي صفحتنا واحنا لايف اهو ماشي. ابعتوا لنا وكلمونا وقولوا لنا يعني بتحلوا الاشكاليه دي ازاي. تمام استاذه دينا بقى نروح لها، هنخلي دكتور وسام في الاخر. اتفضلي. انا شايفه ان هو يعني رد على كلام الدكتور، هو فعلا الست محتاجه الوقت المناسب اللي هي تختار فيه انها تتكلم مع جوزها او تطلب منه طلبات او كده، محتاجه فعلا الحته دي. احنا ما عندناش الجزئيه دي. هو بيشتكي من كتره الاتصال طول النهار. لا غير الاتصال كمان، ما هو هي الست محتاجه تحس بالامان. ايوه عشان ما تفضلش كل شويه تتصل وتزن، محتاجه تحس بان في ثقه عشان ما مش كل شويه تفضل تتصل وترن. طيب ما هو ما عندوش وقت يقعد معاها كمان، يجي يقول لها انا واخد يعني ياخد الباب في ايده ويخرج يقعد مع اصحابه مره في الاسبوع او مرتين. ماشي. ما دي برده بس ما هو الست ما بتزنش او ما بتفضلش تتصل وتطلب على الراجل كل شويه والكلام ده، غير لو هي مش حاسه بالامان والثقه. في جوازه دي لا. طب لما تتجوزي يا دي ويبقى انت عايزه تتكلمي معاه وهو عايز يقعد مع اصحابه او كده، هتوافقي؟ مش مشكله يقعد مع صحابه، ده حقه، لان دي حاجه هتديله طاقه طبعا ان هو يقعد مع صحابه. برافو عليكي والله. بس يعني هي برضو ليها حق ان هي محتاجة تتكلم معاه، هي مش متجوزاه عشان هو يسيبها طول الوقت في البيت. صحيح، لانه انا يعني بشوف دايما ويعني طبعا مش هقول كتير ودكتورة وسام موجودة، انه الست حقها على الراجل مش بس الامان المادي، كمان امان اجتماعي، منظرها قدام الناس لازم يظهر معاها، كمان امان عاطفي، مش بس فكره ان هو صرف فلوس. مع حضرتك 100%، متفقه مع حضرتك 100%. اشكرك. طيب دكتوره وسام، عشان نجيب او نحلها بالعكس، ايه اللي يربط الراجل في البيت ويخليه ما يروحش لاصحابه ويفضل قاعد معاه ويحب قعده البيت؟ خليني بقى اقول لحضرتك حاجه. مبدئيا احنا هنجمع كل اللي الضيوف قالوه وهنحطه في جمله واحده. اي مشاعر الست بتطلعها او اي اندفاع، هي مشاعر صادقه بنسبه 100%، مش مفتعله. هي فعلا جواها مشاعر معينه مش عارفه تخرجها، فبالتالي اول حاجه بتعملها ان زوجها لو بيعمل حاجه مش مناسبه من وجهه نظرها بتبتدي تتكلم. الفكره دي كلها بقى احنا ممكن نلخصها في ايه؟ في حاجه تسمى لغات الحب الخمسه. ازاي نقدر الطرفين يفهموا ويحبوا اصلا بعض ازاي؟ لغات الحب الخمسة هنعدهم كده مع بعض. هي أولها التوكيدات اللفظية، بمعنى أبسط إن إحنا يعني تحب إن هي يثنى عليها، في إطراء، كلام حلو. كلام حلو. أوكي. تاني حاجة تلقي الهدايا. تالت حاجة التلامس الجسدي. ورابع حاجة بتبقى دايما ليها علاقة بالخدمات. أوكي. فدايما اللي إحنا بنتكلم فيه ده الراجل ما بيبقاش فاهم الست عايزة إيه. وخامس حاجة احنا قلنا تلقي الهدايا والتوجيهات اللفظيه والتقدير، التلامس الجسدي، الكواليتي تايم. اوكي. الوقت هو يبقى فيه بالظبط، يبقى فيه وقت بين الراجل والست، مش ان هو يبقى قاعد بيعمل سكرولينج على الفيسبوك وهي جنبه، لا. وده اللي هيخليني اجاوب على حضرتك في النقطه دي. الراجل لما بيعوز يقعد في البيت هو عايز يقعد يحس بدفء البيت. طب الدفء ده هيجي منين لو الست اصلا مش مرتاحه؟ فعلشان كده احنا دايما بنقول ان الست بتبقى محتاجه لحاجات معينه من الراجل، زي ما الراجل محتاج حاجات معينه من الست. فلغات الحب الخمسه دي بترجمها بقى دايما اللغه عشان تتفعل، مش لازم هنمشي بنفس الترتيب. يعني في ستات بتبقى بالنسبه لها مثلا ممكن تطبخ طول النهار خلاص ومستنيه بس تسمع كلمه حلوه، الراجل بيفتكرها انها ست زنانه.
وده احنا بنشوفه كتير. مش كده مش كده ان هي على طول مش موضوع زنانه. انا بحاول تطلب يعني ايه بيفتكرها زنانه؟ بيفتكرها بتعمل احلى حاجه بيفتكرها زنانه. ما بيقولش للست كلام حلو، لا هو بيقول لها كلام حلو والراجل بيحتويها. هي الست ده على فكره انا متفق ان هي كيان لا غنى عنه على الاطلاق. انا متفق معاك بس عشان ترجع البيت يا دكتور محمد وانت سليم. تمام انا متفقه معاك بس هكملك النقطه دي. انا اقصد لما بتعمل اكل حلو بتفضل تسال هي الاكل حلو، هي الاكل جميل، هي عايزه تقول لها، هي عايزه تسمع انا ما اكلتش حاجه زي كده. ايوه بس هي لو سابت الفرصه او المساحه دي هو هيقول له. واحنا ايه هتنجم يعني بقى يعني هنعرف منين ان هو يقول؟ اصل هي الموضوع كله قياسات. هي عايزه تسمع كلمه. طيب هي في اشكاليه ان هو ما بيقولش، في الاشكاليه اللي عايزه تقولها. وهي ساعات من كتر ما هي اتعودت انه ما يقولش فبقت هي بتكرر اللي هي عايزه الاسئله بالظبط. فبقت هي الاكل حلو النهارده غيرت في الريسيبي، طب تحب بكره اعمل لك ايه؟ هو ما بيبصش ان ده حب ليه. بس اكتر حاجه بتضايق الراجل اعمل لك ايه تاكل ايه النهارده يا حبيبي؟ صحيح على الصبح بقى وهو بيلبس. انت عارفه انت عارفه انا مش جعان مثلا، انا مش جعان دلوقتي ما بفكرش في حاجه كلها ولا هيفاء وهبي. حضرتك ما ينفعش تساليني السؤال ده اصلا. انا عايزه بس اقول حاجه للدكتوره وسام يمكن توضح شويه سيكولوجيه الست. يعني من واقع ان انا ست، مش انا مش برضه مش هتكلم كتير وانت موجوده، زي بالظبط ما ست تقول له طلقني هي مش عايزه تطلق، هي عايزاه يقول لها exactly. مشتاقه تسمع ما اقدرش اطلقك، ما اقدرش اعيش من غيرك، انا بحبك. وحقيقي فهتضطر تستفزه حقيقي. وحضرتك دلوقتي اتكلمتي في نقطه مهمه جدا، فكره سيكولوجيه الراجل وسيكولوجيه الست. سيكولوجيه الراجل اهم حاجه عنده هي فكره ان انا بنفق، انا بجيب فلوس. الست عندها في سيكولوجيتها حاجتين، اولا الصبر والتحمل، بدليل ان الست بتقدر ان هي تحمل وترضع وتتعب وترجع تحمل تاني. طب ايه الخدمات اللي حضرتك قلتي؟ يعني قلتي من ضمن الخمس حاجات احنا هنرجع تاني. اوكي احنا هنرجع تاني بس بعد ما قلنا التوكيلات اللفظيه فهمنا ان هي بتحب انها تسمع كلام كويس، التقدير بالظبط، بتحب ان هو يثنى عليها، يبقى في كلام كويس عنها، تسمع دايما، هي دي متفعله عندها. يعني هي أوكي. دي اول لغه متفعله عندها. أوكي. مش ده بالضروري يكون عند الشريك، فبالتالي هو ما بيفهمش ده، فبيتخيل ان هو لما يجيب لها هديه هي هتتبسط، بالرغم ان هي مش ودي البوينت الثانيه في خمس لغات الحب اللي هي فكره تلقي الهدايا. هي ما بتبقاش بقى عايزه الهديه دي، لا هي ممكن تكون مستنيه. هي دي تفعيلتها، في ستات ثانيه ممكن تبقى عايزه هديه. بس انا شايف الهدايا، بس انا شايف ان حضرتك يعني جمالتي الخمسه كلهم من ناحيه الست. ما لا انا وجهه نظري، لا انا جايه على فكره، انا قصدي كاستشاري نفسي المفروض تعمل. لا على فكره كمل، انا متفقه مع حضرتك بس انا يمكن بحب ان انا امشي بالترتيب. فبما ان كان السؤال عن الست فانا هتكلم عن الست وهقرنها بالراجل، وهو لو فهم الحاجات دي مش هيحصل مشكله. هي دي ما هو انا لسه بقول له فكره التوكيدات اللفظيه. وعلى فكره الرجال كمان بيبقى بيحبوا يسمعوا كلمة حلوة. طيب. ما هو أنا بتكلم الأول عن الست واديني فرصتي هتكلم على الراجل. طيب. فمجرد ما الست دي تفعلت عندها ممكن بقى الراجل on the other side، لا هو عنده فكرة أن أنا إيه هجيب هدية، هي مش عايزة ده. والعكس صحيح، ممكن تكون الست طبيعتها بتحب الهدايا جدا بس الراجل مثلا ما عندوش القدرة، بس هي ممكن تكون برضو هو عايز يسمع منها اي كلمه، مش فاهم ذوقها هي بتحب ايه مثلا، فيجيب لها حاجه في حته تانية فتشك هي الهديه دي كانت رايحه لمين لحد وبعدين ما دهاش فرجعت لي. طيب. فعلا فعلا فهي الفكره كلها، بس زي ما انا قلت ان احنا نفهم نتحب ازاي. الراجل يفهم الست محتاجه تحبه ازاي، والست تفهم الراجل محتاج يحبها. دي هتيجي طبيعه واحتياجات الطرف الاخر، دي هتيجي بايه؟ بالحوار الهادف، وان انا اعرف ان احنا مختلفين. مش لازم ان انا كوبي بيست، لا انا عندي حاجات ممكن تكون مش موجوده عند الشريك التاني. والعكس صحيح، فمجرد الحوار الهادف هنوصل لده. زي ما قلنا للتوكيدات اللفظيه، خليني اقول برضو فكره الخدمات. في بعض الرجال بيبقى جنتلمان ياخدها يقول لها ما تتعبيش نفسك النهارده، مثلا تكون هتطلع رخصتها، هتطلع بطاقتها، واتفر، ممكن ياخد اجازه من الشغل ويبقى معاها. دي بالنسبه لها انت كده جبت لي الدنيا وتقدير، اهتمام، بيبقى اهتمام وتقدير. فده بالنسبه للست. بالنسبه للراجل نفس الكلام، عربيته مثلا بايظه او كده فخد عربيتها وهي اتصرفت مثلا. اوكي نيجي في فكره تلقي الهدايا، ودي انا قلتها لحضرتك ان بعض الستات زي ما بتحب الهدايا الرجال برضو بيحبوا الهدايا، وده لا يعني ان الست ماديه، لكن هي لغه الحب دي متفعله. انما بقى هي بتحب الشوكولاته والورد تروح تجيب له شوكولاته وورد، لا ما احنا هنعرف بقى الادوات. ما هو ده اللي انا بقوله على ذوقك انت، ده اللي انا بقوله شوكولاته وورد اكزاكتلي، ده اللي انا بقوله فكره الحوار الهادف. لو عمل الحاجات دي وخرج مع اصحابه مرتين في ما انا هقول بقى حاجه. هي بقى هيحصل ايه لو كل ده حصل قبل ما يحصل؟ خلينا نقول قبل ما يحصل،
هي الست مجرد ان انت خارج مع اصحابك هي مش قادره تقتنع بفكره المساحه الشخصيه. بس خليني اقول لك بنسبه 90% الستات اللي ما بتديش لزوجها المساحه الشخصيه عشان هي ما عندهاش مساحه شخصيه. لو هي واخداها بنسبتها يا حبيبي اتفضل انا عندي بلان مع اهلي ومع اصحابي كمان اتفضل فبتدي له مساحه. يعني هل ده شرط ان هي هو مش مديها مساحه فهي كده؟ يعني لو انا مديها مساحه هي هتبدلني نفس المساحه؟ خليني اقول لحضرتك يعني ان المساحه الشخصيه يعني هذا مشروط. خليني اقول لحضرتك المساحه الشخصيه بمعنى ايه. حلو السؤال ده. خليني اقول لحضرتك المساحه الشخصيه بمعنى ايه. هي بالنسبه لها المساحه الشخصيه ممكن تكون مختلفه عنك تماما. بالنسبه لها فكره ان اولادها يكونوا نايمين وعندها اكل لبكره وبيتها نظيف ودخلت نامت هي كده حست بالراحه. حضرتك بالنسبه لك مساحتك الشخصيه انك تعبان في شغلك متضايق ما احنا بندي نماذج. سياده القبطان قالي ان هي تاخد مساحه تخرج ومش عايزه تخرج. لا لا انا عايزه تخرج بالعكس. انا بتكلم على مش لازم الخروج بس حضرتك. هل هي مش عايزاه ينزل؟ هي ممكن يبقى في البيت اهو تمام. انا برضو كده انا بقول هي لازم تنزل وانا لازم انزل فهو ده المساحه اللي احنا مش هنختلف يعني هي تقصد اديها مساحتها الشخصيه في ان هي عايزه تنام عايزه تتفرج على التلفزيون من غير ازعاج بزور اهلها والدتها عايزه تخرج مع صاحبتها ده شيء طبيعي موجود ولازم على فكره اهتماماتها اصلا ممكن ما تبقاش تبع انها تنزل هي اهتماماتها ان هي ممكن عايزه تحس بالراحه تمسك المصحف وتقرا ورد القران من غير ما اولادها يجوا يخبطوا هاتي لي واعملي لي تكلم مامتها مكالمه نفسها تكلمها لها تستضيف حد من اصحابها يقعد هو بالولاد الفتره دي بالضبط. عشان يحقق لها اللي هي عايزاه ما فيهاش حاجه وخلي طبعا في رجاله بتعمل كده طبعا دينا ما بتتكلمش على فكره انا محايده جدا انا لا مع فكره ان الراجل غلط ولا الست غلط لكن انا بقول ازاي الطرفين يعرفوا يحبوا بعض صح لغات ازاي فكره الحب لغات يعني. الحب الخمسه تتفعل. طيب دينا انت موافقه على الكلام ده لو هو عمل الحاجات دي ولا اللي بيقلق الست ان هو مفيش تقدير مفيش جوده وقت معاها بيقلقها ان هو يخرج واحد صاحبه يزن عليه عم ما تتجوز تاني والحاجات دي ايه اللي بيقلق الست؟ اللي بيقلق الست بجد ان لازم اول حاجه لازم تبقى حاسه بالامان مع جوزها لازم تمام. يبقى في ايه اللي بيخليها حاسه بعدم الامان لما ما بيبقاش في لغه مفيش اي حاجه بيبقى اولا يعني الست عامه لو دخل جواها الشك خلاص يعني لو دخل ايه اللي بيخلي الشك يجي هي مش بطبيعتها شكاكه ممكن يبقى هو بس الشخص ده ما بيطمنيش كده لا ممكن تبقى هي متعوده على تصرفات منه دايما بيعمل حاجه معينه وبعد كده يجي فجاه يغير طريقته او يغير معاملته او يغير كده طبيعي هيدخل جواها الشك من ناحيته او اهتم بنفسه زياده وجاب مش شرط لا بالعكس الاهتمام ده حلو بنفسه بره هو خارج لا حلو الاهتمام بس تاني حاجه اللي انا عايزه اقولها ان المفروض يبقى يعني ما تبقى الحياة مش روتين الحياة بتقلب روتين الراجل مجرد ما اتجوز الحياة الأول بتبقى حلوة والدنيا لطيفة وخروج وبتاع وبعد كده بتقلب روتين فالروتين ده بيجيب ملل وبيحفظ الحاجات اللي بتقول عليها الدكتور بس دلوقتي. كده فالروتين دوت بيخلي الحياة مش حلوة بيخلي الست ما عندهاش ثقة في الراجل بعد كده ان هو لما يخرج أو ينزل طب انت عايزني انا افضل قاعدة وانت خارج ونازل طب ما بقاش في حياة فهو ده اللي بيوصل الست لكده انا عايزه بس يعني طبعا جمهورنا الحبيب عدد رسائل كبيره على اللايف انا اسمحوا لي ان انا استعرضها مع حضراتكم سريعا اسماء بتقول خير الامور الوسط ايه المشكله ما يبقى ليه يوم يخرج مع اصحابه او يعمل اي حاجه بيحبها وبرده يقعد معاها ويسمعها ويقول لها كلمه حلوه واحنا الاثنين نقدر احتياجات بعض هو ده بالظبط اللي كنت بقوله ادراك طبيعه واحتياجات الطرف الاخر بيجنبنا مشاكل كتير كمان لولو بتقول لازم الزوج يقدر تعب زوجته طول الوقت في البيت والاولاد واذا كانت التقديم. كمان موظفه لكن في ازواج ما تزوقيش طب خلاص عرفنا فهمت في محمد مشرف راجل لطيف قوي بيقول 4 سنين ونص خطوبه وجواز 35 سنه وجوزنا البنتين وربينا لغايه دلوقتي هريها رومانسيه ومش منتظر رد فعل منها بالكلام خالص لكن السعاده كلها بشوفها في عينيها بحبها عارف لغه الحب وعارف ربنا يحفظكم يا رب ويسعدكم طيب 4 سنين دي مين بقى محمد قلتيه ده اللي بعده الاء
لا حسن بتقول انا بعمل محتوى صوتي نصايح للناس عن الحب والعشره. طيب شكرا، بربنا معاكي، برافو عليكي، طبعا تنفع الناس. يويا بتقول انا عادي بسيب جوزي يخرج ومش بكلمه غير لما يخلص شغل. سلامي ليكو ايمان ومنى وهبه، طبعا هنبلغها سلامك ان شاء الله. فكره انه بيعمل ايه في الراجل يا سياده القبطان لما الست تبقى عندها ثقه فيه واخرج وفي الحاجات دي، في التواصل وفي جوده الوقت زي ما حضرتك بتقول ويكند وكل حاجه، بيعمل ايه في الراجل اكتر؟ انا شايف ان الراجل لو حس ان مراته مدياله الثقه دي هو لوحده هيرجع لحضنها دايما على طول. هو بس هيحتاج وقت يطلع فيه، يروح عن نفسه، يخرج من المشاكل الاسريه، يخرج من الضغوط، من الحاجات اللي هي دايما ضغط عليه، من مصاريف، من حاجات في الشغل، من عنده حاجات كتيره جدا بره البيت بتبقى ضغط عليه. لو هي حسسته بالامان ده وحسسته ان هي مش واثقه فيه، هيقدر يبقى هو في الوقت اللي هو يخلص فيه وعايز يرجع بسرعه للبيت، مفيش زن، في ثقه، في كل حاجه. انا بقول ايه، ان المحبه نصها ونس ونصها امان. الله. فالونس هو التواجد في البيت والمودة والرحمة والكلام ده كله، والأمان اللي أنا حتى لو مش متواجد ساعة ما هتكلمني ترفع سماعة التليفون هتلاقيني، موقف عند أهلها هتلاقيني. شفت حضرتك قلت إيه؟ لما تكلمني تلاقيني، حتى طبعا لو أنا مشغول في 100 حاجة، بس فكرة إنه ما يردش الزن، ما يكونش لما بحتاجه بقى، مش زن كتير يعني. أنا قصدي إيه، لما تحتاجني تلاقيني، هي عارفة لو هي لو كلمتني هتتكلماني عشان حاجه معينه في البيت او موقف معين بره او حاجه حصلت لحد من قرايبها او 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 طول ما انا محسسها بالامان ده واللي انا متواجد على طول وفي ظهرها على طول، هي هتبادلني بثقه، هتبادلني بمساحه، هتبادلني بكل حاجه كويسه، وده هينعكس اللي انا هبتدي برضو ابقى عايز اخلص وارجع البيت. هل الكلام بقى اللي حضرتك الجميل اللي قلته ده بينطبق على حضرتك او من خبرتك في الحياه، ولا انت شايفه كلام نظريا حلو لكن في جزء دايما بيبقى مش متحقق لسبب او لاخر؟ لا انا ده من خبرتي في الحياه. لكن هو مش متحقق 100% زي ما حضرتك قلته. طيب خليني اقولها لك بطريقه تانية عشان ما تدخلش في خصوصيات حضرتك قوي. معلش يعني بسال بس كده، عايزه اقول ايه، نسالها بالعكس، هو الراجل لما بيخرج مع اصحابه او يروح يقعد على القهوه او يقعد وقت كبير بره البيت، هو بيدور على ايه فعليا؟ هل هو بيدور على حد يفضفض معاه ويشتكي له ويسلم، لو يكون بيفهم في نفس شغلته، لو عنده مشكله يستشيره ويرد عليه، يلعب معاه دور طاوله ولا شطرنج ولا شويه كوتشينه ولا دومنه، ولا يقعد يسمعوا مزيكا حلوه سوا؟ طب هيجرى ايه يعني لو الست عملت الكلام ده؟ بتهيالي ده هيبقى مبرر كافي لاي راجل ان هو يلاقي فيها مش بس زوجته دي، كمان صاحبته وصاحبه واخته وامه. اللزوم هو ده بقى اللي تقدر تكسب بيه الراجل، اللي هو ما تكلموش، بس لما يكون بيعمل الحاجات اللي قالت عليها الدكتور، هي الخروجه دي تحرر من القيود بس. ايوه الحته الصغيره دي اقصد اقول لو هي حققت له الحاجات اللي هو بيحصل عليها من قعدته في القهوه مع اصحابه، برضه هيحتاج ساعتها بيبقى هي ليها اولويه انه طبعا معاها. بس هيحتاج حته بسيطه مره واحده مثلا في الشهر، مش لازم يحس بقى بالكم. يعني ده انتوا مليانين مننا. لا 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 بالعكس والله، ليه ده؟ انا قلت ده انا بالعكس قلت عندها جمله اعتراضيه هنا في حاجه. لا هو انا متفقه في كل اللي انتوا قلتوه على فكره، بس هي الفكره كلها زي ما قلنا، هي ازاي نفعل ان الطرفين يكونوا فاهمين ده. يعني هل حضرتك زوجتك، مش عايزه اتكلم في خصوصيه، هندي كمثال، هل كل الزوجات والازواج بيقعدوا مع بعض وبيتكلموا وبيعرفوا هما محتاجين ايه من بعض؟ خلينا نرجع ورا كده شويه. فتره الخطوبه في ناس بتقول ان هي احنا هنطول فتره الخطوبه عشان نفهم بعض. خلينا اقول لكم ان فتره الخطوبه لو طالت ومفيش على البوينتس اللي انا هقولها لكم دي، لو ما اتكلموش فيها للاسف الشديد كتير جدا من الزيجات بتبقى خلاص بتبقى فاشله. ليه؟ لان دايما الجانب العاطفي بيبقى هو المسيطر. وللاسف الشديد بعض الطرفين ما بيبقاش صراحه مع بعض. يعني بمعنى تيجي مثلا الست تقول ايه، اخرج واتبسط ومش عارفه ايه، لكن هي عندها يقين انه بعد الجواز هيتغير، بل بالعكس. هو حس بالراحه ان هي اديته السبيس بتاعه فتره الخطوبه، تيجي تغير اقوالها بعد كده. اكزاكتلي ده بقى تغير. لما تغير على طول ولا هو هيقعد يستناها ولا ما انت كنتش معايا كده؟ طب ما انا كنت بنزل في الخطوبه واخرج في الخطوبه، ده غلطه. ليه ده اللي انا اتغيرتي؟ هو كمان عنده اسئله. اتفق مع حضرتك. انا هقول لك بقى، يبقى اللي يقول كلمه يلتزم بيها. الست كنز ليها انها تدي للراجل حريته وانها تدي له الثقه، فالراجل هيبادلها كلام حلو وهيجيب لها هديه
وهيشيل العيال معاها وهيقف معاها في المطبخ وهيقف مع اهلها طول ما هو حاسس ان الست اللي قدامه. لو حسيت بس ان الست اللي قدامك بتقولك ما تنزل شويه تقعد على القهوه مع اصحابك، ايه اللي رجعك بدري؟ هتحس بايه؟ انها مسامحه فيك قوي. هو هيضايق؟ هتضايق طبعا. استاذ احمد اكيد لو بالاسلوب ده، لو بالاسلوب يعني بالطريقه اللي هي خليه اللي هو لا ما هو انت كده فرحانه بعدم وجودي، دي مش حاجه جيده خالص. اكيد هتضايق. هتحس بايه انت ساعتها؟ اكيد هتضايق. هتتضايق ان هي مش حريصه، ان هي مش حريصه عليا طبعا، لان انا مش حاجه مريحه. لا 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 بالعكس، انت ما تقوليش انزل على طول كده. ايه انا قلت لو انا بنزل والمساحه دي موجوده فانا مش محسسه ان انا مش راغب فيها. انا هنزل اخد مساحه بسيطه اعمل ريفرش وارجع تاني مفيش مشكله. انما هي قالت لي لا خليك لا بتاع، ما هو ده، ما هو انا لو انا نازل بقى انا مش عايز اشوفكوا. هي نفس القصه. يعني طبعا الوقت الحلو بيجري بسرعه. بس كلمه اخيره من حضرتك واستاذه دي. اللي هقدر اقوله ان الراجل والست لما بيبقوا متفاهمين بيكونوا كيان اسري هايل، وبينتج عنه الاهم بقى من كل ده استثمار الاب والام وهم الاولاد. هو ده الانفستمنت الحقيقي. لما بيبقى فيه زوجه سعيده وزوج مرتاح بينم عنهم اطفال اسوياء، وبالتالي الرحله بتكمل. فلما بيبتدوا يدخلوا في علاقات اسريه بتبقى حياتهم سويه وسليمه جدا. دينا احنا محتاجين ان الراجل وزوجته يبقوا قبل ما يبقوا اتنين ازواج يبقوا اصدقاء، والراجل لازم يطمن الست عشان تحس بالامان. يعني الست عمرها ما هتحس بالامان غير لو قبل كده. نعم اتخطبتي قبل كده؟ انا معايا بنت. ما شاء الله ما شاء الله. الراجل محتاج يطمن الست عشان هي تحس بالامان وتدي له الامان اللي هو محتاجه. الاثنين اعتقد مش الراجل بس، دي بعض الناس. وهي كمان هي علاقه تبادليه رايح جاي. صح. كلمه اخيره يا استاذ. انا الكلمه اللي هختم بيها اللي هي عجبتكم، المحبه نصها ونس ونصها امان. هو ده ربنا دي من محمد. هقول تاني، الراجل والست دايره بيكملوا بعض. صح. لو هي بدلته ثقه هي هتبدله ثقه، والعكس صحيح. الاثنين لو بدلوا بعض ثقه هيبقى الموضوع احسن، فحياتهم هتبقى احسن واولادهم هيبقوا احسن. لو شافوا ده بين الاب والام هيطلعوا في بيئه كويسه، فساعتها فعلا هيكون ليهم بوزيشن او ليهم مكانه كبيره في الحياه. اشكركم وشرفتونا ونورتونا في صالون الستات، وان شاء الله يلينا لقاءات اخرى باذن الله. وفاصل وختامهم مسكن مع ملوخيه شيف محمود بقى، وملوخيه بالجمبري وحركات جامده جدا جدا. خلينا نطلع فاصل شوف محمود عامل ايه وختامهم مسكن.